السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل حساب أيام التبويض وفترة التبويض والبعد عنها هو وسيلة آمنة في منع الحمل ولا الموضوع مش كده خالص وما ينفعش إننا نعتمد عليها؟ ده اللي هنجاوب عنه النهاردة، لأن السؤال ده جالنا كتير جدا جدا، سواء على القناة أو جالنا في العيادة بشكل كبير، وبيتسأل لنا كل يوم تقريبا، وبيجي لنا كل يوم أيضا منه حالات. فإن شاء الله النهاردة هنتكلم عنه إزاي يتم بطريقة صحيحة ونستفيد كلنا بأكبر قدر ممكن. معاكم النهاردة دكتورة ريهام الشال، أخصائي طب وجراحات النساء والتوليد وتأخر الإنجاب، وإحنا النهاردة في طبيبتي. في الفترة الأخيرة إحنا اهتمينا إننا نبعد عن معظم الوسائل الهرمونية، وبالتالي كان معظم الناس أنظارها توجهت إلى الوسائل الطبيعية كوسائل لمنع الحمل، وبدأنا إننا نفكر هل ممكن إننا نعتمد على حساب أيام التبويض. وناس كتير من اللي شافت الفيديوهات اللي كنا الدروس اللي كنا بنتكلم فيها عن طريقة حساب أيام التبويض في الدورة المنتظمة أو طريقة حساب أيام التبويض في الدورة غير المنتظمة، ودي كلها فيديوهات هتلاقوها موجودة في قائمة التشغيل اللي جاية إن شاء الله، هتلاقوها موجودة في أعلى الشاشة أو في صندوق الوصف. فبدأوا يقولوا طب ما احنا عرفنا كده أيام التبويض، طب ما احنا بناء عليها نبدأ إننا نبعد عن هذه الأيام، وبهذا الأمر نكون تجنبنا الحمل وقدرنا نستخدم وسيلة طبيعية. النهاردة لازم نوضح نقاط مهمة، أولها هي إزاي نحسب هذه الطريقة. بعض الحسابات او بعض التقارير بدات تقول كالاتي: احنا لازم نتابع 6 دورات بايامهم ونحسبهم ونشوف اقصر دوره فيهم كانت قد ايه ونخصم منها 11 يوم، واطول فتره فيهم كانت قد ايه ونخصم منها 18 يوم، ونبدا نقول ان الفتره ما بين الحساب ما بين النتائج اللي طالعه لحد النتائج اللي طالعه من دوره قصيره لدوره طويله، احنا كده بنتكلم عن الفتره اللي ممكن يحصل فيها الحمل وبالتالي نبعد عنها خالص. لكن الحسابات دي لما حسبناها لقينا نفسنا في الدورات القصيره، الدورات اللي ممكن توصل لحاجه 20 يوم، احنا اتفقنا ان اقل دوره في الدنيا 21 يوم لما اتكلمنا عن الدوره المنتظمه وغير المنتظمه، واكتر دوره ممكن توصل ل 35 يوم، وبالتالي احنا وصلنا لان تقريبا عندنا اسبوعين ممكن يحصل فيهم التبويض. فاذا احنا تقريبا بعض الحالات من اليوم التاسع ممكن يحصل لها تبويض، وحتى اليوم ال 18 ممكن يحصل لها تبويض، وبالتالي فرص الحمل ما قبل اليوم التاسع، يعني بنحمي بقى بنحميها من اول اليوم الثامن او السابع للدوره حتى اليوم ال 20 او ال 21 من الدوره. فاذا اين هي الحياه الطبيعيه من هذا الحساب؟ الامر الثاني هو ان بعض الناس قالوا لي يا دكتوره ده مميزاته كتير، احنا بعدنا عن الوسائل الهرمونيه وبقى عندنا وسيله طبيعيه، واننا يا دوب بس بنحسب الحسابات بتاعتها ونسب الامان بتاعتها بيقولوا معقوله. لكن احنا النهارده هنقول ان ليها عيوب تغطي بشكل كبير جدا على النساء، انها هي مش محسوبه ومفيش حد بيقدر يحسب متابعه التبويض ما عدا السونار. زي ما قلنا لما قلنا الخلاصه ان ادق وسيله في حساب ايام التبويض هي السونار المبري ومتابعه التبويض، وقلنا متى تكون متابعه التبويض ناجحه وازاي تتم بشكل صحيح عشان نؤكد ان حصل تبويض جيد في هذه الحاله ام لم يحدث. وبناء عليه مفيش حد فينا هيعمل كل دوره متابعه التبويض، وبقول لكم وباكد لكم كطبيبه نساء ولاده اننا احنا حتى كاطباء لا يمكن اننا نقول للحاله الفلانيه بناء على هذه الاعراض اللي حصلت لك انت عندك تبويض، امال نعمل ايه؟ لازم نعملها سونار، لازم هنعمل متابعه تبويض. الفوصله دي انفجرت وخرجت منها البويضه الا ترى بالعين المجرده. يعني احنا النهارده بنؤكد ان الوسيله دي ليست وسيله قويه لمنع الحمل، وحالات كتير بيجونا نقدر نقول ضحايا في العياده لهذه الوسيله. لكن عايزين نقول حاجه، انها هي وسيله حلوه في حاله معينه، الحالات اللي انا بنقول لهم اجلوا مثلا الحمل فتره، يعني مثلا الحاله اللي حصل لها اجهاض ممكن نقول لها اجلي الحمل لفتره 3 شهور بهذه الطريقه، بحيث انه لو حصل الحمل مفيش مشكله. الحالات اللي بيأجلوا لمجرد بس ان هم ما عندهمش مانع لو حصل الحمل يعني بدون ارادتهم، او حصل الحمل كده من عند ربنا سبحانه وتعالى يعني بدون تخطيط زي ما بنقول، فما عندهمش برضو مشكله. يعني اذا هو وسيله تناسب حالات معينه في مراحل معينه من حياتهم وفي ظروف معينه، لا تناسب حالات اخرى في مراحل اخرى في ظروف اخرى. يعني الحاله اللي معاها 3 4 قيصريات 5 قيصريات ومش عايزه تولد تاني او مش عايزه تحمل تاني، ما ينفعش ابدا تستخدم الوسيله دي كوسيله لمنع الحمل. الحاله اللي عندها مشاكل طبيه وصحيه تمنعها تماما من الانجاب، بنطلب منها انها تستخدم وسيله قويه، لا يمكن ابدا انها تعتمد على هذه الوسيله، قد تكون دي وسيله مساعده ليها. امال ايه رايكم او ايه راينا احنا كاطباء في هذه الحالات؟ راينا كالاتي: استخدمي الوسيله دي لكن استخدميها مع وسائل اخرى مساعده كالعزل وغيره. وبالتالي احنا بنتكلم عن وسائل برضو هي كلها وسائل ضعيفه، لكن لما بنجمعهم مع بعض وسيله والثانيه والثالثه ضعيفه، لكن في النهايه هم هيبداوا يقووا بعضهم ويدونا نتيجه وسيله واحده قويه.
ما نقلقش وما نقولش لكل الناس كده ببساطه شديده كده انت ينفع معاكي وانت ما ينفعش كده بالساهل كده، لا خالص، لازم الحاله يتم فحصها ودراستها ودراسه ظروفها ايضا. يعني احنا ما بندرسش الظروف الطبيه فقط، احنا ايضا بندرس الظروف الاجتماعيه والنفسيه للحالات علشان نوصل للقرار ان ينفع معاها ولا ما ينفعش. فاطمنوا ان شاء الله خير وتقدروا تستخدموها كوسيله، لكن زي ما قلنا بناء على الفحص الطبي والنصيحه الطبيه. اتمنى الدرس ده يكون فاتكم ويكون ادانا كده الخلاصه في هذا الامر، علشان ناس كتيره جدا جدا بتسال وناس كتير للاسف بتجري ورا هذا الامر على انه وسيله ممتازه وناجحه، لكن زي ما قلنا نسب نجاحه ضعيفه جدا. اشوفكم على خير، ليكم مننا كل الدعوات بالصحه والسلامه، ولو الدرس ده فاتكم اضغطوا علامه اللايك ده بيساعدنا، ومنتظرين اقتراحاتكم في التعليقات للدروس القادمه اللي دايما دايما بتكون منكم انتم ومن توصياتكم انتم. تنسوش تشتركوا في القناة وتكبروا قالتنا الكبيرة اللي بتبقى سعداء جدا انها بتكبر بوجودكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.